ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا كيف لقى مواطن بارطمان ديال 120 مليون بعد الزلزال. تفاجأ مواطن من مدينة مراكش بالوضع الكارثي الذي أصبحت عليه شقة سكنية توجد في إقامة سكنية فاخرة وتتموقع في شارع محمد السادس، وهو من الشوارع الكبيرة والرئيسية بمدينة مراكش، حيث أن أسعار العقار تصل لأرقام كبيرة هناك. لكن الملفت في الأمر هو أن الشقة تضررت بالكامل وتصدعت، حيث ظهر هذا جليا من الفيديو المنشور. شوفوا واش داز الزلزال اللي في مراكش البارطمات. هاد البارطمات هاد ريزيدونس باقي جديدة، عرفتي بشحال البارطمان؟ 120 مليون، باقي جديدة. شوف واش دار، ما كاملاش. شوف اش دار، شوف الشقق، شوف الشقق. هاد البارطمات دايرين 120 مليون. نشوفو الدش، هاد الدش الجليج كيطيح، شلش كيطيح الشقق، طوالت شلش كيطيح، واللي ما طاحش راه مبوق، اللي ما طاحش راه بيطيح. كوزينة، شوف شوف، ورا داكشي طاح، وهادوك هي مقاعدين، شتيهم كي مقاعدين، شتي هاد الشوفور راه طاح، الشوفور يلاه ركبتو، راه طاح حتى هو، طاح هو يهرس الماكينة الصابون. هادو بارطمان في مراكش في شارع محمد السادس، هادو بارطمان في مراكش في شارع محمد السادس دايرين 120 مليون، باقيين جداد. شتي الحالة؟ ونتا 25، نتا 14 مليون اللي في مصروف ما طرا ليهم والو، اللي بناهم شي 20 سنة هانشي.